المكافأة، هذه المكافأة هذه هو ستان بونوس، ستان بونوس اللي كيمشي من اللي كيتعطى من الفوليوم، من الطاقة، باش نوضحوا. دونك اللي استهلك أقل في هاد الشهرين هذه، أي واحد عنده الكونتور يعني كيف ما كان النوع ديالو، مؤسسة عمومية ولا يعني ميناج عائلة ولا كذا، غادي تعمل واحد المقارنة بين نوفمبر ديسمبر 2022 مع نوفمبر ديسمبر 2021، وإلا تبت بأنه استهلك أقل غيتعطى له واحد لو بونوس في الفوليوم يعني في الطاقة، باش نوضحوها. وكيفاش غيتعطى، والإجراءات هذه سوف يتم توضيحها من طرف السيدة الوزيرة المعنية مستقبلاً.